arintaba aan la wadina ka dhacay ee la isku afgareen ee la isku imeen waxa weyn xasan iyo inta lacag iyo xal joogta waxay u qabaan inay Soomaaliland ahayd gobollo ka mid ah Soomaaliya oo xoriyadooda tan ka qaatay oo gobolladeedii iyo waayeleyhi taleeda iyo maamulkeeda iyo maamushiyadeedii u qabaan halkaa markay joogtaan waa halkii lixda kale isku dubaay هذيك على سودا على قاتل وحريدة إلى مدينة لوي بارلمان قالوا عي كذا عي وري كم وانتو بكوفر حس شغل مسلم ترى عربي ولا بلاري مدحونها تشمورية الصومال لأن مدن موسى بيح عبدي أي جنف ككل فتاي هذا الله كسو يريد دولة عينو شارك أن هاي إيه مقدشو أو يكفر الجلسة هذه يقر عليه مدح بنانة دي يقرني مدى جمهورية الصومال الآن هذا الكلام مدحينها جمهورية الصومال الآن مدن موسى بيح عبدي وكتشي دي فقارها خيرية ده هرجيسة أو تدوينة ترى بدن عيد دوم ناين يدو حرق اللي قتري موسيم تاريخية أو حكومة دو كقطو مسي برتمها عاصمة ده هرجيسة سيد الله ولا حد كلا سيد الله هالشيء كلا لبنان أون مي هي شاعبة لا إله الله كانوا يقولوا أنا 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 وحنا ندورنا وحنا حوشين وح يدوبي وح قادر يساعد نص ماليات معها وحليه شيء أو كرة يوم الحضرة وح ولا نقول كان قادر ميسي أو أنا قاعد عليه حمر الباء يعلن عليه السودان لا يمكن حس الشيخ ما يعلن عليه حس الشيخ نو نوها ما ممكن ما كان بتشوف حد أنا تعرفه كبر عليها وحي كنا عايز سؤال إلا إلا يا حيث شرعي إن دي أولو متقيوه إما يا فيلو متقيوه إن ديت كولا ما أنت سايق حلو ويا قزاء أيو أدون كولا متعسدين يا أفرت كوبا كان إنتي صدح لي بيقول إيمي يتشون يتشواه يا أفرت وكي أرسيت إلا حيسي كنت كل أوش إلا لوجه سواء لنا وحالي دي لي دي حالة جوكتي وحوان لنا كوا مرح الله وهي تاتر رعصر إيرا وإحنا تدخل ويستيهاي بحال السيارة والدولة هي قرب دنبه في كيدو كويس لكم وفي كلاك الدنبية لما يكون يلا ما دي باري وعديني إنا يكون بيتين ديالك إن كبرا لما بقول أو كل أو في سودان لابا أو أنه ويسني إنت إن ما تلي سنة سودان جديد جديد مو يريها قفا قويس كوربي يلا وكاربي مو يريها قفا قحب من آن والدك يقول من ضيع كان عائلة أو فلان ضغني كان عيد دعا يوهد يالو لي هاي مالي لوقع هاي أبكر به يعني وحوي تتكوي حي كل عي يوح لغوة هم يا إسمها خدي حاس الشيخ أي عيد الإيمان يسوي أما قرون أما الدكت أقرون كمغدشو إيو الدكت دي مغدشو وحوكي يلي تركي أولاً لا ما تقول جوا حرنا هو أيضاً ترك البنات كذا كل يوم حمر بنسي سؤال لا يمكن ما يبين إذا يبين كلام بس حسن ما معمولا الحركة ترى بايو وتجد آره هنا وياك ما رأيت لواط وهذه غصة قاعدة أونلاين استهدى إنا يجري وركان أبو بس كذي دميرة لوشي هذا إثارة سوء صورة في السنة سوء الأول في حكومة هرين في عدد بسوغالي لها وحا مانتي اللبان السنيين وحسوية رجوليه إساء حكومة ده وحيو تلمين يوم فارغ تانول سيدين قلبو صور صاري كوهد بلقل إمائي حسن وحييني أرقاني حسن قولي بوسط كعائي أرقاني حسن الله وشعي أرقاني بوسط كعائي يا أبي حسين وعذر من أنت الجبور وحيد حوج سارنا أو أيه وحوج قالوا بسجنا إن الرضا قالنا قول قصص أخي وحيد قوي كمو دري دري على كه أنا بحسين قول قصص هذا ويا قول قصص ويا لي حسوي في الفرسية
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka hadlay arrimo Soomaaliland lid ku ah oo laga dhaxwado dalka aanu jaarka nahay ee Djibouti maalmahan waxaynu maqnaynay qolo jabhada Djibouti kale hadlaysa oo la awoobad xoreeyna halka ay taakan inay fiiri haday sa tala taakan noqotay waxay ka dhashay midka doona hadii la yahay waxaan ku soo koobayaa سوالي لماذا 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 madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dardaaran culus oo ku qotoba minnimada iyo wada jirka shacabka Soomaaliland u soo jeediyay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan dadka Soomaaliland waliba inta siyaasadda danaysa ee xisbiyada ah ee abooyahanka ah waxay ka midaysanahay qaranimada daafaceeda iyo inaan qarankaasi wixii nicinaya ay u wada isnaado ninkii xeerka ka baxa ee cad ugu soo kacay kana hadlayo رضوان عديد إسماعيل أكيد ورباهنت قرن كجمهورية الصومال الآن برتمها مجالد هرجيسا.